جسدت حرب أكتوبر أعظم قصص الفداء والدفاع عن أرض الوطن، حيث سجلت ملحمة العبور حكاية جيش عظيم لا يعرف المستحيل. للمزيد عن استراتيجية الجيش المصري خلال حرب أكتوبر نتابع مع الزميلة هبة حسين. على هذه الأرض، أرض سيناء، تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن، حيث سطرت ملحمة السادس من أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل. استراتيجية النصر في حرب السادس من أكتوبر كانت ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب، تجلت في عبقرية التنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاة والمدرعات. عنصر المفاجأة كان الأهم، من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استيعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي. وفي تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهراً بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء، حيث استهدفت تمركزات العدو ونقاطه الحصينة شرق القناة. وفي نفس الوقت قام أكثر من 2000 مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهات الشرقية لقناة السويس. وتمهيداً لملحمة عبور قناة السويس، كان لسلاح المهندسين دور بارز، حيث قام بتجهيز خنادق لفرق المشاة في الجبهة تكفي نصف مليون مقاتل، وبلغت أطوال تلك الخنادق 1000 كيلومتر. وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوي، قامت قوات الجيش الثاني والثالث الميداني بتنفيذ ملحمة العبور، حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هدم 1500 متر مكعب من الرمال، مما أسفر عن حدوث 81 ثغرة في الخط. بعدها قامت قوات الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الضفة الشرقية على دفعات متتالية وبواسطة أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية. كما نجح سلاح المهندسين بعمل أول كوبري ثقيل، وقاموا بعمل 60 ممراً بالساتر الترابي على طول الجبهة، وإنشاء 8 كباري ثقيلة و4 كباري خفيفة، إلى جانب تشغيل 30 معدية. وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدو، وسقط معها خط بارليف، ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القناة. ومع استمرار العبور واصلت قوات الدفاع الجوي مهمتها في تأمين عبور قوات المشاة والمدرعات بعد أن كبدوا قوات العدو خسائر فادحة. هكذا عبرت القوات المسلحة قناة السويس خلال أعظم حروب القرن العشرين، لتؤكد قدرتها على تجاوز العقبات بعد أن حققت معجزة سطرها أبناء الجيش بدمائهم وسردها التاريخ بأحرف من نور.